السلام عليكم. أول فيديو من كورس أسبن هايسز إصدار 8 المقدم من صفحة أما كيمكا إنجينير، الصفحة المتخصصة في مجال الهندسة الكيميائية. بيقدم الفيديو المهندس أحمد يحيى، مهندس عمليات في شركة السويس لتصنيع البترول. اخترنا أسبن 8 علشان اللي اشتغل على أسبن 7 أو أسبن 3 و2 هيلاقي إن الشكل اتغير خالص ما بين 7، ما بين أسبن اللي هو 7 و3 اللي قبله وما بين أسبن 8 وبعد كده لغاية دلوقتي، لغاية الفيديو اللي أنا بتكلم فيه ده، نزل أسبن 8.6. من أسبن 8 لأسبن 8.6 الاختلافات بسيطة جدا، إحنا تقريبا مش هنحس بيها كناس بتصمم حاجات بسيطة أو عايزين نعمل ديتنج أو عايزين نعمل كمحاكاة للمصنع اللي إحنا شغالين فيه. اما الامتيازات اللي هي البسيطه اللي بتفرق مثلا ما بين 8 8 و1 8 و2 8 و3 دي بتكون حاجات اللي بيحس بيها الديزاينرز اللي في الشركات المتخصصه في مجال التصميم. من البدايه هنتكلم المحاكاه. برامج المحاكاه في منها برامج كتير زي الهايسز اللي احنا بنشتغل على اللي احنا هنشرحه ان شاء الله. الهايسز بيتميز ان هو ممتاز جدا في الشغل في الهيدروكربون، مع الهيدروكربون يعني جاز بروسيسنج او اويل ريفاينري، خاصة الجاز بروسيسنج. الهايسز جميل جدا جدا، الحسابات بتاعته ودقيقة قوي في الصناعات بتاعة الغاز. في برامج تانية مختلفة زي البروتو، زي الداين سيم، زي السيم ساين. في برامج كمان بتكون متخصصة في صناعات معينة، يعني مثلا تلاقي برنامج في الامين، برنامج في السيراميكس، برنامج في الاسمنت، بتلاقي برامج كل برنامج نازل لصناعه معينه. لو جينا نتكلم على الاسبن في البدايه، على الهايسز في البدايه خالص كان تابع لشركه اسمها هايبروتك. بعد كده شركه اسبن اشترت شركه هايبروتك، فالهايسز بقى تابع لشركه اسبن. علشان كده لما نيجي نقول بنقول اسبن هايسز. الهايسز بيتميز ان هو بيعرف يعمل الحسابات اللي هي ليكويد فيبر فيز ايكوليبريم، دي اللي هي التشارتات اللي بتحدد لي الديو بوينت والبابل بوينت في الاستريم اللي انا شغال عليه. غير كده كمان ان هو بيعمل الهيت والماتيريال بالانس للمصنع بتاعي بسهوله جدا. كمان ممكن يعمل محاكاه للمعدات اللي انا شغال عليها، يعني اعرف ان انا اتخيل الهيت اكسشنجر مثلا اللي قدامي ده لو انا زودت الفلو او لو انا غيرت في التمبريتشر سواء في الان او في الاوت ايه اللي ممكن يحصل، الديوتي ممكن تتغير ازاي، الافشنسي بتاعت مثلا البامب او بتاعت الكمبريسور او بتاعت اي حاجه ممكن تتغير ازاي. علشان كده انا بلجأ لبرامج السيميليشن، ان انا لو انا عندي مصنع انا شغال فيه وعايز اعمل تغيير معين مثلا في درجه الحراره، فانا كنت متوقع التغيير ده ممكن يترتب عليه 1 2 3. الميزه كمان بتاعت الهايسز ان هو لما بتيجي تحل بتكتب الداتا بتاعتك هو بيحل على طول، ما بيستناش منك اوردر ان انت تقول له حل. كمان لو انت وانت شغال وغيرت في الداتا اللي انت مديها له هو هيحل كمان مع نفسه اوتوماتيك. في برامج تانية ما بتحلش مع نفسها الا لو انت اديت لها الاوردر ان هي تحل. ممكن كمان نفس البرامج التانية دي لو حصلت مشكلة يقول لك في مشكلة ويسكت، اما الهايسز لما بيقول لك في مشكلة بيقول لك في مشكلة في المكان الفلاني، في حاجة ناقصة في المكان الفلاني، فده بيسهل عليك حل المشكلة. في الفيديو اللي هنتكلم فيه النهاردة هنتكلم في أول محاضرة في الجاز بروسيسنج. الجاز بروسيسنج فيه ستيدي ستيت وفي الدايناميك. هنتكلم في الستيدي ستيت النهاردة، هنتكلم مقدمة على الوحدة الصغيرة اللي احنا هنحاول نرسمها على الهايسز، ازاي تعمل السيميليشن وازاي تحط الاكويبمنت بتاعتك وازاي تتابع النتائج. واحنا ماشيين هنتكلم في ايقونات موجوده كتير في الهايسز، ايه اللي انت ممكن تستفاد منه بالايقونات دي وامتى تشغلها وازاي تفتحها باكتر من طريقه. البروسيس سكريبشن اللي احنا هنشتغل عليه، عندنا تو ستريمز ناتشرال جاز، فيد واحد وفيد اتنين بيدخلوا على حاجه اسمها ميكسر. الميكسر دي يعني الاتنين فيد بيتم خلطهم مع بعض، بعد كده بيخرجوا على انلت سيبريتور. انلت سيبريتور ده بيبقى كل هدفه ان هو بيفصل
الكوندنسيت. الكوندنسيت ده بقى ايا كان، سواء كان حاجه في الاستريم ده مثلا هيدروكربون او كان ليكويد حسب الحراره بتاعت الميكسر اوت اللي داخل على السبريتور. بعد كده بيخرج معايا الفيبر، جزء الفيبر بيحصل له بريكولينج في هيت اكسشنجر اسمه جاز جاز. جاز جاز يعني الشيل اللي داخل فيها جاز والتيوب داخل فيها جاز، عشان كده بيتقال جاز جاز. اللي بعد الهيت اكسشنجر بيحصل كولينج في حاجه اسمها الشيلر. الشيلر دي بستخدم فيها بروبان. دي انا مش هضطر ان انا ارسم دايره البروبان، هنبقى نرسمها ان شاء الله في فيديو تاني، لكن هنا هنكتفي ان احنا هنرسم حاجه زي كده اللي هي كولر، والكولر ده هنسميه شيلر، والشيلر ده هعتبر ان انا دخلت فيه بروبان. هيخرج الفيبر اللي هو خرج من عندي من السيبريتور هنا وحصل له بري كولينج وكولينج، هدخله على لو تمبريتشر سيبريتور. لو تمبريتشر سيبريتور هيخرج منه الفيبر والكوندنسيت. الفيبر درجة حرارته هتكون قليلة، فاستخدمه في الجاز جاز هيت اكسشنجر ان هو يبرد السيبريتور فيبر. الداتا اللي عندي اللي انا هشتغل عليها الفيد واحد وفيد اتنين. فيد واحد انا عندي نيتروجين CO2 C1 C3 C2 C3 C4 ايزو C4 نورمال C4، ومديني درجة حرارة والضغط والفلو. ندخل على الهايسز ونشوف الشكل بتاعه عامل ازاي. ده شكل الهايسز اول ما تيجي تفتحه، الشكل مختلف تماما عن شكل الهايسز اللي قبل كده، اللي هو من سبعة وتلاتة اللي قبل كده. في البداية خالص انت هتلاقي عندك قائمتين فوق، الايقونات دي اسمها ريبون. ريبون الكلمة دي هنلاقي في القائمتين حاجة اسمها جيت ستارت وحاجة اسمها كاستمايز. جيت ستارت دي عبارة عن هيلب. هيلب ده ممكن يكون اما عن طريق النت او داتا موجودة عندك في البرنامج، اي حاجة انت عايزها ممكن ان انت تدور عليها من سيرش هنا، تكتب اللي انت عايزه وهتلاقي في حاجات كتير موجودة. زي مثلا دلوقتي هيت اكسشنجر، هو هيدور على مقالات كتير مكتوب فيها كلمة الهيت اكسشنجر، انا عملت سيرش عليها. ممكن كمان بيبقى فيه سبورت سنتر، ده بيكون على النت. في ممكن تدخل على الموقع بتاع الاسبن، او ممكن يبقى في شات تريننج بيبقى موجود، كل ده على النت بس بيبقى اغلبه بيحتاج كريدت. كاستمايز دي هنحاول ان احنا ما نجيش جنبها دلوقتي، مش هنحتاجها. ندخل بعد كده على الشريط اللي فوق ده اسمه كويك اكسس تول بار. كويك اكسس تول بار انت بتحاول تحط اي حاجة مهمة عندك، اي ايقونة مهمة تحطها فوق. ازاي؟ لو انا دوست على اي ايقونة زي مثلا كده هيقول لي اد تو كويك اكسس تول بار، اللي هي دي كويك اكسس تول بار. لو انا دوست اد هلاقي الايكون اللي انا اخترتها اتحطت فوق هنا. لو انا عايز الغيها من السهم ده ممكن ان انا اضيف حاجة اسمها برنت الغيها، او ممكن حاجة لو هي مش موجودة في السهم ده ممكن ادوس كليك يمين عليها وبعد كده ريموف فروم اكسس كويك اكسس تول بار. ممكن كمان حاجة الاكسس تول بار ده هتلاقي فيها سيف اندو، اللي انت ترجع خطوة لورا، بس مش اي حاجة انت ممكن تعملها وتدوس اندو يقوم يرجع، في حاجات وحاجات تانية لا. المسج بتكون موجودة هنا. المسج دي لو أي حاجة أنت عملتها خطوات في حاجة غلط أو حاجة ناقصة بيقوم يديلك جملة هنا بتحذرك أو بتنبهك من الحاجة اللي معمولة غلط. هي دي الميزة بتاعت الهايسز. ممكن كمان زي ما قلنا إن أنت تحط أيقونة برنت للسهولة، إن أنت تدوس برنت عشان تطبع بسرعة، وممكن تشيلها تاني من هنا. كمان انت ممكن لو دوست على السهم ده هتلاقي في حاجة اسمها شو بيلو ذا ريبون. اتفقنا ان ده اسمه ريبون. شو بيلو يعني اظهر تحت. ايه تحت الريبون ده؟ يعني هيعمل ايه؟
الكويك اكسس تول بار بدل ما هي كانت فوق بقت تحت. ممكن نفس الكلام above the ribbon. ممكن كمان الاكسس تول بار ده لو انا لو هو مضايقني من شكله كده، ممكن ان انا كليك يمين وادوس minimize the ribbon اختفى. لو اي حاجه اي قايمه انا عايز اجيبها اقوم دايس مثلا على جيت ستارت هتقوم تظهر، ادوس في اي حته تانية هتختفي. ممكن اظهرها كليك يمين هنا اشيل علامه صح من مينمايز ذا ريبون. ممكن كمان من السهم اللي هنا اقول مينمايز ذا ريبون نفس الوظيفه او اشيل علامه صح. ممكن كمان من السهم ده ادوس هنا هيعمل برضه مينمايز، ادوس عليه تاني هيعمل ماكسمايز. هنا الايقونه دي للهلب برضه نفس الكلام لو عايز تدور على اي حاجه او سيرش من خلالها. هنا طبعا اللي هو بيصغر ويكبر واكس يقفل البرنامج كله. هنلاقي هنا الجزء ده اسمه تاب. هنا في اتنين تاب قدامي، التاب دي بتوصل البرنامج بالنت عشان لو انت محتاج تسأل على اي حاجة. انا مش هحتاجها دلوقتي لان انا دلوقتي مش شغال عندي نت، وكمان انا معيش كريدت مشترك في الموقع الرسمي بتاع البرنامج، فانا مش هحتاجها، هقوم اقفلها. الصفحة التانية اسمها ستارت بيج. ستارت بيج دي بيقول فيها ايه؟ لو في اخبار جديدة هيقوم ينزلها لي هنا. هنا هيبقى فيه نيو لو انا عايز ابدا نيو كيس او حاجه او فايل جديد ان انا ارسم عليه، اوبن فايل لو انا عندي فايل انا عامله او مفتحه، دي اخر فايلات او اخر كيس انا اشتغلت عليها او اتفتحت، جيت ستارت دي نفس الحاجات اللي موجوده في القايمه هنا اللي هي الهلب بتاعي. لو انا دوست على زائد هيقوم يفتح لي تاب جديدة، زائد كمان تاب كمان. بس هي النقطة لو التابات دي كتيرة قوي وانا محتار اختار ازاي، او عايز وسيلة اسرع ان انا اختار بدل ما ادوس كده وادوس كده عشان اتنقل في التابات، في سهم هنا في الجنب لو دوست عليه هيجيب لك التابات اللي مفتوحة، مثلا في النو كونتنت وفي ستارت بيج. كمان التاب لو انا دوست عليها كليك يمين هلاقي فيه كلوز ان انا اقفلها، كلوز اذر تاب عشان اقفل اي تاب مفتوحه تانيه. في حاجه اسمها فلوتنج دوكابل او تابت، لو دوست على فلوتنج هيقوم يجيب لي النو كونتنت، هيعملها لي كانها صفحه لوحدها غير البرنامج. يعني ممكن انا اعمل الصفحه كده تيجي على الشاشه من اليمين واجيب البرنامج اخليه على الشاشه من الشمال لو انا عايز اشتغل هنا في رسمه معينه وعايز اشتغل في برنامج على حاجه تانية. او ممكن ادوس رايت كليك على التاب اللي انا فتحتها دي وادوس على حاجه اسمها دوكابل. دوكابل دي يعني ايه؟ عمل التاب دي خلاها جزء من البرنامج، بس انا برضو بتحكم فيها ازاي. انا ممكن اخليها بص الشكل، لو انا دوست عليها وحركتها هلاقي الشكل اللي في النص ده ظهر معايا بالاربع اسهم دول، وفي هنا سهم وسهم سهم كمان سهم كمان، وفي المربعه اللي في النص دي. لو انا دوست على السهم ده هيقوم يفتح لي التاب جنب التاب التانية في نفس البرنامج. يعني بص ده في نفس البرنامج، مختلفة اللي عن اللي قبلها ان هي كانت بتفتح في نفس الشاشة. يعني اهو نرجع للأول، دي في الشاشة كلها، لكن لو انا كليك يمين دوكابل وخليتها كده ففتحها لي جوه البرنامج نفسه. طب ده لو انا اخترتها فوق او يمين او شمال او تحت، لو انا دوست في اللي في النص دي هيقوم يضيفهالي فوق كتاب. يبقى عرفنا لو انا سحبت التاب لوحدها وسبتها كده هتكون دوكابل، ممكن ان انا اوديها في اي حته جوه البرنامج.
لو انا جبتها في النص هتقوم توديها في التاب فوق. حاجه كمان انا ممكن فلوتنج، قلنا ان احنا هنفصل التاب، لو كليك يمين وتابت هيقوم يرجعها تاب تاني. يبقى ممكن طريقه ان انا اجيبها كده هنا، وممكن طريقه تانيه كليك يمين تابت. هنلاقي حاجه كمان موجوده تحت، نيو هوريزونتال تاب جروب. يعني انا عندي اتنين تاب هيفصلهم لي في الشاشه بتاعه البرنامج هوريزونتال كده. لو انا دوست كليك يمين على التاب هلاقي في حاجه موجوده تحت ان انا ارجع للوضع القديم. ممكن كليك يمين فيرتيكال تاب، الثانيه قلنا هوريزونتال نقول فيرتيكال، هيقوم يقسم الاثنين تاب كده. كليك يمين ارجع لقبل كده الوضع اللي فات. يبقى احنا عرفنا ازاي اتحكم في التاب وايه الشكل اللي موجود ده، وايه الفرق ما بين فلوتنج دوكابول والتاب. نشوف بقى قايمه، هنلاقي فيها هنا قايمه اسمها فايل. فايل دي بيقول لي هنا هنا ريسنت كيسز اللي هي اخر فايلات او اخر كيسز انا فتحتها في البرنامج. نيو لو انا عايز اعمل كيس جديده. تمبلت يعني نموذج جاهز، نموذج انا اعمله واسجله على اساس ان هو نموذج، او افتح برج مخصص لبرج، او حاجه اسمها ريفورمر، هيدرو كراكر، كاتاليتيك كراكر، اوبن في اوبن كيس لو انا عامل كيس ومسجلها افتحها على طول، او اوبن تمبلت. لو دوست على اوبن تمبلت هنلاقي في نماذج جاهزه عندي معموله في البرنامج، لو انا دوست على اي حاجه هيقوم يفتحها. في كمان هلاقي الاوبن نفس الكلام، في كولوم، ريفورمر، هيدرو كراكر، كاتاليتيك كراكر. برنت سيت اب لو انا دوست عليها هيقول لي لو انت عايز تطبع تطبع على مقاس ايه، A3 A4 A4 GIS والمقاسات دي كلها، الطبعه بتاعتك اللي انت هتطبع عليها، شكل الورقه هتكون رأسي ولا افقي، لاندسكيب افقي. في الاخر خالص في تحت اكزيت علشان اقفل البرنامج كله اللي هي هنا اكزيت، او اوبشن علشان اتحكم في الاعدادات بتاعه البرنامج. لو ادوس على اوبشن هلاقي في اعدادات كتير قوي للبرنامج، مش هينفع ان انا اقولها دلوقتي كلها، لكن اهم حاجه بالنسبه لي في الاعدادات يونتس اوف ميجر، الوحدات القياس اللي انا بستخدمها. لو بصينا بقى في الكيس اللي عندي هلاقي ان هو بيستخدم ايه، فهرنهايت والبار، الوحده دي بيستخدمها في الفلو ام ام اس سي اف دي، يعني ام ام يعني مليون، ام واحده يعني 1000، 2 ام يعني مليون، مليون ستاندر كيوبيك فوت بير داي، مليون ستاندر يعني في الضغط والحراره الستاندر فوت مكعب في اليوم. لو انا جيت بقى اظبط الوحدات بتاعتي هنا الاس اي يونت اللي هي المتريك، الفيلد اللي هي الباوند والفوت كيوب، هنا باوند وفوت كيوب اللي هي الدينستي. لو انا عملت كده هقدر اسم كويس اللي هو الدينستي. ممكن انا اكبر الشاشه دي قدامي. ودلوقتي هو قال ايه، قال الوحدات اللي انا هستخدمها الحراره تكون بالفهرنهايت والضغط يكون بالبار، هنا بار وهنا بي اس اي. يبقى انا هثبت واحده، هثبت يا اما البي اس اي يا اما البار. هشوف كده الحراره هي مترتبه ترتيب ابجدي، هنزل تحت لما اشوف الحراره وحدتها ايه. التمبريتشر معايا بالفوت والضغط بالبي اس اي ابسليوت، مفيش مشكله. يبقى انا ما عنديش مشكله من التمبريتشر والضغط. نشوف بقى الفلو،
المول فلو جايب لبرا مول بير اور، هو مديني بيقول لي ان انت لما تدخل الفلو دخله بالمليون ستاندرد كيوبيك فوت بالدي، يبقى انا مش علشان اقعد اتعب نفسي كل شويه احول ما بين المليون ستاندرد كيوبيك فوت بالدي والباوند مول بير اور، فانا ممكن ان انا اعمل نموذج او نظام للوحدات واشتغل بيه. لو دوست على فيلد ودوست كوبي هيعمل حاجه اسمها نيو يوزر، النيو يوزر ده مديني السماحيه ان انا اغير في الوحدات اللي عندي. الضغط هسيبه زي ما هو بي اس اي، اشوف المول فلو هغيرها هخليها مليون ستاندرد كوبيك فوت بالدي. خلصت انا كده او ما ادوس اوكي. كده انا ظبطت الوحدات بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. نبدا بقى نعمل كيس اللي هي الجاز بروسيسنج. هنعمل نيو فايل نيو كيس او من ستارت بيج نيو او ادوس كنترول ان، كنترول ان اللي مكتوبه هنا. انا كده بدات كيس جديده. الاول علشان ابدا الكيس لازم اجهز ايه الكومبوننت اللي هتدخل في الكيس دي وايه طريقه الحساب بتاعتها. هنتكلم في البدايه ان كان في الاول في حاجه اسمها ستارت جيت ستارت وحاجه اسمها جيت ستارت قلنا عليها الهيلب، والكاستمايز قلنا مش هنيجي جنبها. في حاجه بقى ظهرت معايا اسمها فيو هنتكلم عليها كمان شويه، وفي حاجه اسمها الهوم. الهوم دي هلاقي فيها كات وكوبي وبيست، دي مش محتاجه شرح. في الكومبوننت ليست الفلويد باكج هلاقيها موجوده هنا، كومبوننت ليست فلويد باكج. هلاقي في حاجه اسمها رياكشن، هلاقي في حاجه اسمها بتروليوم اسي، بتروليوم اسي. هلاقي في حاجه اسمها اويل مانجر. يعني باختصار الحاجات اللي موجوده في القايمه دي اللي هي الهوم هنا موجوده في القايمه دي. القايمه دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن بروبيرتيز. البروبيرتيز دي اللي هي خواص الكيس اللي انا هشتغل عليها. هنا في حاجه اسمها بروبيرتيز، في حاجه اسمها سيميوليشن. احنا واقفين عند البروبيرتيز. البروبيرتيز دي بيقول لي ان لازم تدخل حاجه اسمها كومبوننت ليست جايب عندها علامه مختلفه وفيها دايره حمراء، ولازم تدخل حاجه اسمها فلويد باكج نفس الكلام الشكل بتاعها مختلف. الحاجات التانية اللي هي لو انت عندك بتروليوم كرود وعايز تدخله في البرنامج كداتا، يبقى في حاجة انت تستخدمها اللي هي الاسي. احنا ما عندناش البتروليوم كرود دلوقتي، احنا المواد اللي عندنا كلها معروفة اللي هي C1 C2 C3 C4. نبدأ بقى ندخل الحاجات دي. هندخل عند كومبوننت ليست، هلاقي في تاب هنا طلعت معايا جديدة غير النو كونتنت دي، انا هقفلها دلوقتي. التاب اللي طلعت معايا جديدة اللي هي كومبوننت ليست، هدوس يا اما اد يا اما امبورت. امبورت دي لو انا عندي الكومبوننت انا مسجلها على الكمبيوتر، فانا ممكن ارجعها تاني او استدعيها تاني في الكيس دي. اد كومبوننت جديدة، هلاقي الصفحة دي ظهرت عندي. الصفحة ظهرت وهلاقي في تكملة ليها تحت. فعلشان ما اضيقش على نفسي وصعب على نفسي الشغل، فممكن اعمل حاجه من اتنين، اما ان انا اصغر الشرايط اللي قدامي دي كلها. يعني السهم ده هيقوم يصغر لي الشريطه دي في الجنب، السهم ده هيقوم يصغر المسج، بس هيصغرها هيقول لي نفس الكلام فلوتنج ولا دوكابل ولا اوتو هايد. اوتو هايد لو انا دوست عليها هلاقي ان هي اتصغرت. لو انا دوست جيت عند المسج وقفت عليها بس من غير ما ادوس عليها هلاقيها طلعت تاني. هنا القايمه اللي كانت موجوده هلاقيها ظهرت، لو انا دوست هنا هلاقيها ظهرت نفس القايمه. لو انا عايز استدعي الشريط كله او مدايس من السهم ده هيقوم يظهر معايا. ممكن السهم ده اقوم اصغر الريبون، يبقى انا كده كبرت الصفحه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. ممكن طريقه كمان، نرجع للأصل، أشيل التاب دي
زي ما قلنا، وبعد كده أكبرها، ملت الشاشة بتاعتي كلها علشان أشتغل عليها. في البداية أنا عندي كومبوننت كتير جدا جدا جدا، ممكن إن أنا أعمل لها فلتر. إزاي؟ ممكن إن أنا أقول له اختار لي الهيدروكربون بس، أو السوليد بس، أو الأمين بس، أو الكيتونز بس. مثلا هقول له اختار لي السوليد بس. السوليد بس هيقوم يختار لي قائمة فيها السوليد بس، اليوريا، سيلفر، الحاجات دي. ممكن اختار الهيدروكربون بس، في حاجات كتير جدا. المهم لو احنا رجعنا للاصل اللي هي سيب كل حاجة زي ما كانت، اللي هي الاول فاميلي، في حاجة اسمها السيرش باي. ادور بناء على ايه؟ ادور في حاجة هنا اسمها فول نيم او الرمز بتاعه اللي هو C1 C2 C3، في فورمولا اللي هي C1 اللي هو الميثان CH4 إيثان C2H6، في السيميوليشن نيم ميثان إيثان بروبان أيزوبيوتين نورمال بيوتين. الكومون إن أنا بشتغل بالفول نيم اللي هو الجزء اللي في العمود اللي هو في النص ده. ممكن أنا أشتغل زي ما أنا عايز بأي حاجة تانية. مثلا لو قلت الفورمولا وقمت كتبت هنا C6، C6 H C6 H10. C6H10 هلاقي في حاجات ظهرت معايا اسمها 1 هكسين 2 هكسين 3 هكسين، والثلاثة ليهم نفس الاسم. أنا ضيعتها، نكتبها تاني من الأول. C6H10 في 1 هكساين 2 هكساين 3 هكساين، التلاتة ليهم نفس الاسم، التلاتة قصدي ليهم نفس الفورمولا بس الاسم مختلف. نوضح الموضوع ده تاني ازاي. لو انا اخترت بدل C6 اخترت C4 H 6 C4 H 6 هلاقي في حاجة اسمها 1 3 بيوتادين و2 3 بيوتادين، 1 3 بيوتادين و1 2 بيوتادين. الاثنين ليهم نفس الفورمولا بس الاسم مختلف. علشان كده لما بتيجي تدور، لو انت دورت على الفورمولا هيطلع اكتر من حاجة، اكتر من فورمولا هتلاقي فورمولا واحدة لاكتر من مادة. فعشان كده انت بتدور بالمادة اللي انت عايزها. زي مثلا C1 هلاقي الميثان ظهر معايا في الاول خالص. طيب لو انا ضفت بقى، لو انا عملت سيلكت اد هنا، السيلكت ده هيقول ايه؟ هيقول بيور كومبوننت، يعني حاجه معينه في الكومبوننت الكتير اللي تبع البرنامج دي انت هتضيفها. طب لو انت مش عايز الموضوع ده، هتقوم تعمل حاجه اسمها هايبوثيتيكال او هايبوثيتيكال سوليد. هايبوثيتيكال دي يعني ايه؟ لو انت شغال، لو انت مثلا عندك المصنع بتاعك او في الوحده اللي انت بتصممها مطلوب مثلا ان انت تدخل C1 C3 C4 C5 بلس. C5 بلس دي باكج، مجموعه كبيره جدا من الكومبوننت اللي هي C5 C6 C7 C8، بس النسب بتاعتهم صغيره وعددهم كبير، فانت بتجمعهم كلهم مع بعض وتسميهم C5 بلس. C5 بلس دول لازم ان انت تكون عارف حاجة في الخواص بتاعتها. مثلا انا اخترت هنا الهايبوثيتيكال بدل البيور كومبوننت هايبوثيتيكال، واخترت من هنا الكرييت اند اديت
hypothetical. Create and edit hypothetical هتقوم تديني الشكل ده. لو دوست new hypothetical واخترت هنا مثلا C 5 بلس، لازم ادخل معلومة من المعلومات بتاعت السي 5 بلس ده، والباقي هو هيحسبه معلومة على الاقل. لو انا عندي معلومتين، عندي ثلاث معلومات، لو عندي المعلومات كلها يبقى كويس جدا، بس انا هدي له معلومة واحدة على الاقل. هقول له مثلا ان البويلنج بوينت بتاعت السي 5 بلس ده 200. خد بالك لو انا كتبت 200 دي هيفرض لي الحرارة بالفهرنهايت اللي هي دي اليونتس اللي انا اديتها له في الاول خالص. ممكن ان انا اغيرها بدل فهرنهايت اخليها، لو انا دوست على السهم اللي جنبها ده اخليها سيلسيوس كلفن او رانكينج، خليتها سيلسيوس وبعد كده دوست استيميت انون. استيميت انون ام هو حسب تلقائي الحاجات الناقصه وكده هو عرف السي 5 بلس. ممكن ان انا ادوس اد، يبقى انا عندي في كومبوننت معايا اسمه سي 5 بلس. لو انا دوست عليه من هنا ودوست ريموف هشيله من الليسته بتاعت الكومبوننت بتاعتي. ممكن ان انا اقف على الهايبوثيتيكال وادوس ديليت هايبو هيتحذف. ممكن كمان لو انا اخترت، رجعت للاصل خالص واخترت الفلتر سوليد، فدي القايمه بتاعت السوليدز اللي موجوده في الهايسز. ممكن يكون في سوليدز انا عايز اشتغل عليها مش موجوده، فهو ما اعمل ايه، اعمل هايبوثيتيكال للسوليد، ادوس نيو سوليد هسميه اي اسم واديله الملوكر ويت، وهنا هديله الدينستي كمان، او حسب ممكن اديله برضه واحده والهايسز يحسب التاني. بس الافضل في السوليد بالذات ان انت تديله الاثنين. نرجع زي ما كنا البيور كومبوننت، هيدروكربون. هنا هو بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها نيتروجين سي او 2 سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 ايزو والنورمال. انا عندي هنا مثلا سي 1 سي 2، ممكن ان انا ايه، يا اما ادوس على المثال وادوس اد. خد بالك تحت في شريطه حمراء بيقول امبتي كومبوننت ليست، يعني بيحذرني، بيقول لي القايمه بتاعت الكومبوننت بتاعتك فاضيه، لازم تحط حاجه واحده على الاقل. هدوس مثال ام اتحولت لاوكي، يبقى هو كده مستعد للحل. لكن انا عندي عايز احط ميثان وايثان بروبان. لو انا دوست على بيوتين ايزو بيوتين ودوست بالكيبورد على زر شيفت ودوست مثلا على الاوكتين، هيقوم يحدد ما بين البيوتين والاوكتين. لو انا دوست على مثلا البيوتين ودوست بدل ما الشيفت دوست كنترول ودوست هنا على بنتين، هيقوم يحدد بيوتين وبنتين بس، هيكسين هبتين. ممكن كمان لو انا عايز احدد اكتر من كومبوننت مع بعض من غير ما ادوس شيفت او كنترول، ممكن ان انا ادوس على البيوتين وافضل دايس واسحب لتحت زي كده. المهم انا ضفت معايا ميثان ايثان بروبان ايزوبيوتين نورمال بيوتين. افرض انا دوست ضفت حاجه غلط، فممكن ان انا اشيلها، ان انا ادوس ريموف. ممكن كمان بدل ما اشيلها اقوم عامل ايه، لو انا اخترت هنا مثلا سي او 2 CO2 معايا هنا، ممكن ادوس اد. لو انا عندي الحاجه دي انا مش عايزها، ممكن ادوس ريبليس، هيبدل ما بين CO2 وما بين الايزوبنتين. هنا ضاف CO2. ممكن اجيب كمان حسب الكومبوننت اللي هو عايزها. انا كده ضفت C1 C2 C3 C4 ايزو نورمال وضفت CO2، يبقى ناقص لي النيتروجين. نيتروجين
اد. خد بالك، يفضل زي ما هو مديك الداتا، او زي ما الداتا مكتوبة عندك في الورق تكتبها زي ما هي. الداتا اللي هي مثلا هنا الكومبوننت تكتبها بس زي ما هي بنفس الترتيب، يعني النيتروجين في الاول وبعد كده ثاني اكسيد الكربون. ممكن نعمل الموضوع ده ازاي؟ لو انا دست على السي او 2 وفضلت دايس وسحبتها زي ما هي، زي ما انا عامل كده، دست فوق عند الميثان وسبت ايدي هلاقيها طلعت فوق. النيتروجين نفس الكلام، لو انا دست وسحبتها فوق عند السي او 2 هتبقى فوق السي او 2. ممكن كمان زي ما انا ضفت الكومبوننت كده، خلاص انا كده ضفت الكومبوننت بتاعتي، اي كومبوننت انا عايزها دوست مثلا ميثان، ادوس على دبل كليك هيفتح لي البروبرتيز بتاعت الميثان، مثلا الاسم، النوع بتاعه هيدروكربون، الرمز، الترتيب بتاعه في الجدول ده كان رقم واحد، الكريتيكال هيقول لي المركر ويت بتاعته، النورمال بويلنج بوينت هنا بالفارنهايت. لو انا وقفت عليها بس كده وسبت ايديا هلاقي ان هو مديني سيليزيوس ومديني فارنهايت، اهي سيليزيوس وفارنهايت. الدنستي بيديني برضه وحدتين. التمبريتشر بريشر ده الكريتيكال بروبرتيز بتاعتي. في بروبرتيز تانية، ده لو انا عايز بروبرتيز بتاعت كومبوننت معين ممكن اجيبه من الهايسيس بالطريقه دي. نفس الكلام في اي كومبوننت انا اختاره هلاقي البروبرتيز بتاعته. انا خلاص اخترت الكومبوننت وهو كده كده قايل لي اوكي من اول كومبوننت اخترتها. جاب هنا علامه صح، يبقى هو كده خلاص. ناقص لي حاجه اسمها فلويد باكج. فلويد باكج دي نفس الكلام هنا، لو انا عندي انا مسجل فلويد باكج ممكن استدعيها او ان انا اضيف فلويد باكج. خد بالك في الرسائل اللي تحت بيقول لي معلومه ضيف الفلويد باكج وجابها لي بالاحمر، يعني لازم تتعمل. الفلويد باكج دي عباره عن شويه معادلات اللي هي الثيرموداينامكس اللي بتستخدم في حل الايكويشنز اللي هي في الكيسز، اللي هي اللي بتعمل ماتيريال بالانس والهيت بالانس، في بتحسب الانرجي، بتحسب الليكويد فيبر فيز ايكوليبريوم، بتحسب بروبرتيز بتاعت الكومبوننت بتغير درجات الحراره وبتغير الضغوط. طيب هو لو مديني الفلويد باكج يبقى كويس. انا هقوم دايس اد هنا، هلاقي ان انا عندي هنا في كتير فلويد باكج، اختار منها اللي هو قايل لي عليه. نفس الكلام هنا بيقول لي شريطه حمراء وبيقول لي لازم سيلكت بروبرتي باكج. لو هو مش مديني الفلويد باكج يبقى انا محتاج مساعده. المساعده دي ممكن اجيبها من حاجه هنا اسمها ميثود اسيستنت، لو دوست عليها هيطلع لي الشاشه دي. لو انا دوست هنا، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الاول رساله ترحيب لو انت وتعريف ان ده بيساعدك علشان تختار الفلويد باكج. لو انا دوست هنا نيكست هلاقيه بيقول لي انت تختار بناء على الكومبوننت اللي عندك ولا بناء على البروسيس اللي انت شغال عليها. اقول له مثلا بناء على الكومبوننت اللي عندي، هيقول لي انت شغال على كيميكال ولا هيدروكربون. هقول له انا شغال على هيدروكربون. الهيدروكربون بتاعك ده بيقول لي هل في بتروليوم اسي، هل في كرود، هل في ليكويد، هل في هايبو كومبوننت. هايبو كومبوننت اللي احنا قلنا عليها مجموعه من الكومبوننت مع بعض انا خلطتها في ماده واحده واديت لها البويلنج بوينت بتاعتها وعملت لها استيميت فالهايسيس حسب الداتا. فانا هقول، هو بيقول لي هل انت عندك ليكويد، فهقول له لا ما عنديش. فبيقول لي انت تستخدم حاجه اسمها بينج روبنسون او لوكسلر او اس ار كي لو ما عندكش حاجه اسمها الماده دي او الماده دي. اول حاجه انا هختارها البينج روبنسون، دي اشهر فلويد باكج موجوده في الهايسز وبتستخدم في الهيدروكربون، فانا هشتغل بالبينج روبنسون. لو انت بتقدم الهايسز بتاعك ده في تقرير فانت تقول له بناء على ايه انت اخترت البينج روبنسون. هتلاقي في حاجه اسمها ريبورت تحت، لو انت دوست عليها هتلاقي بيقول لك الخطوات اللي انت عملتها عشان تختار البينج روبنسون. هيقول لك ان انت في الاول دوست على حاجه اسمها الكومبوننت تايب، اخترت بناء على الكومبوننت،
والهيدروكربون وقلت له ان انت ما عندكش بتريوم اساسي، وطلعت لك الرساله دي، وبناء عليه انت اخترت البنج روبنسون. والكلام ده كان يوم 29/8 اللي هو النهارده الساعه 10 وتلت. ممكن الريبورت ده تطبعه وتقدمه. يبقى انا كده عرفت ان انا هختار البنج روبنسون، هدور عليها، هي هنا موجودة، أنا اخترتها، أما هو اداني هنا أوكي، وهنا أعلم علامة صح. أنا كده خلاص أقفل دي، خلاص أنا مش محتاجها. أنا كده خلصت البروبرتيز بتاعتي، وهنا مفيش أي رسايل خطأ. أقوم أدوس السيميليشن، السيميليشن لقيت في حاجة ظهرت عندي بقى اللي هي دي، نفس الكلام أنا ممكن أحطها فوق أو يمين. دي عبارة عن الأدوات اللي أنا بشتغل بيها، الأجهزة زي مثلا هنا سيبريتور 3 فيز، في الريفاينري الحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها في الريفاينري، في الأبراج اللي أنا ممكن أستخدمها، والكومون هتلاقي فيها بامب هنا، هتلاقي فيه ده سيفتي فال، كومبريسور، تربينة، هيت اكسنجر، كولر، هيتر، الحاجات دي رموز كتير جدا. هلاقي إن القوايم اللي فوق زادت، ما بقتش جيت ستارت وكاستمايز بس، ده بقى فيه حاجة اسمها فيو والدايناميك والايكونوميك والهوم، وفي حاجه هنا مخصصه للفلو شيت والموديفاي، وفي حاجه اسمها الفورميت. هنتكلم ان شاء الله على كل قايمه من القوايم دي بس مش دلوقتي. هنا البي اف دي او البروسيس فلو دايجرام اللي انت هترسم فيه البروسيس بتاعتك. هنبدا في الفيديو بعد كده ان احنا ندخل الفيد اللي عندنا ونحاول ان احنا نرسم الشكل ده. تابعونا على صفحة ايام كيميكال انجينير، الصفحة المتخصصة في مجال الهندسة الكيميائية، وده اللينك للصفحة اجنبي ولينك للصفحة المصرية اللي بينزل عليها الفيديوهات اللي باللغة العربية زي الفيديو ده. شكرا.